عودة العشرة الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم مرة ثانية. دلوقتي وفي أولى فقراتنا الحوارية هنتكلم شوية عن منتخب مصر للسلاح، وطبعا احنا بقالنا فترة بنستعرض بحضراتكم أول بأول يعني نتائج بطولة إفريقيا اللي مصر استضافتها مؤخرا، واللي حصدنا من خلالها 21 ميدالية مختلفة. تعالوا نتعرف على تفاصيل تنظيم مصر لهذه البطولة وحجم الإنجازات اللي اتحققت فيها من خلال ضيوفنا اللي منورنا، الدكتور أيمن غنيم، هو المدير الإداري للمنتخبات القومية للسلاح، وكمان منورانا يارا الشرقاوي لاعبة منتخب مصر للسلاح. يا صباح الفل وأهلا بيكم معانا. صباح الجمال، أهلا وسهلا بحضراتكم. صباح الهنا عليكم ومنورنا، ومعانا بطلة طبعا رياضية في رياضة برضو. خلينا نقول ممكن الناس تقول لك مش كومن ليه السلاح، بس على كل حال دلوقتي السؤال ده اعتقد بقى قديم او كليشيه خلاص بقى، يعني العاب القوه هي اللي بتجيب اصلا الذهبيه فتيات، فحاجات زي كده خلاص تعودنا عليها. بس خليني اقول لكم بجد، احنا بقى لنا فتره بنعرض نتائج السلاح تحديدا في مصر، طفره كبيره جدا على الارض. عايزه ابدا من هنا، من وجهه نظركم طبعا كبطله معانا يارا ودكتور ايمن، من وجهه نظر حضرتك برضو الطفره اللي حصلت دي جت نتيجة ايه؟ وليه فجأة كده لقينا نتائجنا في السلاح لقى فيها تقدم كبير وأبطال أسماء كتيرة جدا ظهرت كمان مؤخرا؟ طيب هو الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم هو مش فجأة ولا حاجة. احنا الاتحاد المصري ده تاني دورة له، الاتحاد مجلس الإدارة كله بقى اللائحة الجديدة ان هو مكون من اللاعبين سابقين دوليين أو أولمبيين، فبقى الفكر بتاع مجلس الإدارة فكر بيتطلع لتحقيق ميداليات أكثر. دي دورة تانية للاتحاد بشكل عام ولا للأعضاء الحاليين؟ للأعضاء الحاليين. دي تانية دورة ليهم. لا الاتحاد السلاح أنا حابب أقول إن قديم، أول مشاركة أولمبية عربية وأفريقية كان لاعب سلاح أحمد حسنين باشا سنة 1924، دي أول مشاركة أولمبية يعني. فالاتحاد السلاح هو من أقدم الألعاب، هو من أقدم الاتحادات، ولكن النتائج مش النتائج من أفضل النتائج. ده اللي أنا كنت بقوله، إن في تطوير حصل يعني، النتائج الجيدة اللي حصلت الفترة الأخيرة ليها كذا اتجاه. الاتجاه الأولاني إن بدأ الاتحاد يشكل أجهزة كاملة، أجهزة طبية وأجهزة معاونة وأجهزة نفسية وهكذا. تاني حاجة الاهتمام بالأجيال اللي نشأ من تحت، يعني محمد السيد تحت 20 سنة، أدهم معتز تحت 20 سنة، محمد ياسين تحت 20 سنة. الأبطال دول هم المصنفين الأوائل على العالم دلوقتي، فالاهتمام بالجيل الناشئ من فترة طويلة من 4 أو 5 سنين بدأوا هم دلوقتي في بطولات السينيور يحققوا ميداليات، فبقى فيه اهتمام بالقاعدة من تحت علشان نجيب ميداليات في مرحلة السينيور والجينيور على حد سواء. في حاجة كمان أخيرة، إن خطة مصر 2030 لتنظيم واستضافة البطولات، مش بس استضافتها والأداء بشكل جيد وإحراز ميداليات فيها، الاتحاد على عاتقه الموضوع ده مع اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، خلى فيه دافع عند اللعيبة لما بيشوفوا البطولات بتتنظم في بلدهم على أعلى مستوى وأحسن من البطولات الدولية كمان، بقوا حابين يخشوا دور الثمانية، حابين يخشوا دور الأربعة، لغايه ما بقى التصنيفات بقى بتاعتنا في مصر دلوقتي احنا من الثمانيه العظام في اكثر من سلاحين. ما شاء الله. يا رب، انت في المشاركه الاخيره ليكي في بطوله افريقيا اللي نظمتها مصر حصلتي على ميداليه ذهبيه، يعني بنتكلم على بطله عالم. من بدايه كلام كده، احساسك ايه وانت بطله عالم؟ يعني ايه اللي استجد في حياتك بعد حصولك على اللقب ده؟ هو طبعا بطوله افريقيا من اهم البطولات في يعني بالنسبه لنا في السلاح، علشان بيكون البوينتس بتاعتها كثيره، بتساعدنا ان رانكنا الدولي يعلى، فبالتالي لما انا لاحظت سرحت وتخيلت انها بطوله عالم المقاومه ان شاء الله كده، بقول لها بطل العالم بشره خير ابشري. فهي بتفرق قوي في الرانك بتاعنا، عشان لما نيجي نشارك في بطوله العالم في القرعه والكلام ده كله بتفرق. انا الحمد لله خدت اكتر من ذهب يعني في بطوله افريقيا على مستوى الناشئين، يعني تحت 20 وتحت 17، بس دي كانت اول مره اخد ذهب في الفردي عمومي. وكمان افريقيا دي داخله في الرانك بتاع التاهيل لاولمبياد باريس ان شاء الله، فكانت مهمه جدا يعني. فالحمد لله اكيد اتبسطت قوي يعني ان انا خدت ذهب في الفردي وذهب في الفرق كمان مع الفرق. ليه يا رخ اخترتي السلاح تحديدا؟ اكيد بتتسالي السؤال ده بس لازم نعرف برضه. هو انا الحقيقه ما اخترتوش، هو يعني انا ماما وبابا شافوه في النادي يعني لقوا لعبة جديدة وغريبة، هما برضو ما كانوش يعرفوه ولا أي حاجة يعني، عمرهم ما لعبوه أو يعرفوه، ودخلوني وبالصدفة كملت فيه يعني. كان عندك كم سنة وقتها؟ أنا دخلت وأنا صغيرة قوي، وأنا عندي 6 سنين ونص، وما كانش فيه بطولات أصلا للسن ده، بطولات من أول 9 سنين، فكنت أصلا مش حابة اللعبة خالص بقى يعني،
كان هو اجبار تام من اهلي ان انا اروح التمرين، وانا بالنسبه لي يعني ايه الفكره، يعني هم قاعدين يودوني اللعبه دي بروح واللعبه دي بالذات برضو بروح مش بدخل بطولات زي باقي الفرقه، مش بعمل حاجه، كل الفرقه بتحقق ميداليات او حتى لو بيشاركوا في البطوله. فالموضوع كان بالنسبه لي ممل قوي، لحد اول بطوله دخلتها تحت 11 سنه خدت فيها اول، فساعتها بقى حسيت لا ايه ده، انا كمان خلاص بدات اشارك في بطولات وكده، فبدات بقى احب اللعبه. حلو جدا، جميل. طيب خلينا نروح ليك برضو دكتور ايمن، نتكلم اكتر عدد الابطال عندنا او عدد المشاركين في لعبه السلاح، رجال وسيدات قد ايه، ومين المتفوق بصراحه؟ يعني في رياضات كده السيدات هي بتبقى متفوقه اكتر، هل السلاح كده برضو؟ لا، هو الرجال عندنا هو المتفوق اكتر. احنا عندنا طبعا السلاح ثلاث العاب، سلاح الشيش وسلاح السيف وسلاح الصبر او سلاح السيف المبارزه. الثلاثه دول هم يعني الـ فيهم رجال وسيدات، الثلاث اسلحه فيهم رجال وسيدات. عندنا احنا متفوقين في سلاح الشيش، احنا ترتيبنا الثامن على العالم في سلاح الشيش رجال. عندنا في سلاح السيف احنا ترتيبنا برضو في الثمانيه الاوائل. عندنا في سلاح السيف المبارزه احنا ال 13 على العالم. فالثلاث اسلحه دول، طب هو ده تصنيف كويس ولا وحش؟ لا، ده تصنيف حلو قوي، لان علشان تتاهل الاولمبيك لازم تكون من اول 16 على العالم، وتكون اول افريقيا في نفس الوقت. فاحنا محققين ده في الرجال. في السيدات في سلاح سيف سلاح الشيش اللي منه يارا، بتهيالي احنا محققين ده، احنا ترتيبنا ال 18 وبنسعى ان احنا نخش في 16 الاوائل. كويس، كويس جدا. يارا انت دراستك ويعني بتدرسي ايه دلوقتي، وبتفكري لمستقبلك ازاي؟ هل حابه ان انت بعد ما تخلصي دراسه تكملي في الرياضه نفسها؟ هل بتفكري ان انت تمارسي نفس الرياضه بس الى جانب عمل معين في كارير مختلف حبتي؟ يعني مفكره في مستقبلك ازاي؟ انا الحمد لله متخرجه من كليه لغه واعلام. أوكي. وبشتغل صحفيه رياضيه ومكمله في السلاح. انا متخرجه بقالي سنتين يعني، واكيد يعني ان يعني في يوم من الايام لما اجي اوقف سلاح يعني مش هبعد عن مجال السلاح. يعني انا هو ليه سقف عمر معين عاده الواحد بيبطل الرياضه دي فيه؟ يعني هو ممكن في الثلاثينات الناس بتبدا تبطل، بس هو برضو يعني يا حريه شخصيه شويه، يعني كل واحد بقى يرجعوا يلعبوا تاني. احنا عندنا في السلاح بطولات الفيترانس 50 سنه و60 سنه و70 سنه. ايوه، بطوله العالم فيترانس بتلعب كل سنه، اللياقه لسه موجوده يبقى بيقدروا يلعبوا في بطولات الفيترانس. في وكانت في 2019 اقيمت في مصر. على فكره مصر هي الدوله الوحيده اللي في العالم اللي اقام عليها بطوله عالم ناشئين وكبار وفيترانس، الثلاث انواع. مفيش دوله في العالم تانية تم اقامه الثلاث بطولات. بطوله العالم طبعا احنا عندنا كؤوس عالم كتير، بس بطوله العالم اللي بيبقى عليها تصويت والدوله اللي بتستضيفها وكده، مصر هي اللي انفردت بده يعني. حلو. طيب ومين اكتر الدول تقدما في السلاح في العموم؟ الكتله الاوروبيه يعني، فرنسا، ايطاليا، امريكا دخلت مؤخرا. على حسب نوع السلاح برضو يعني، مثلا المصنف الاول في سلاح السيف رجال هو كوريا. كوريا ما كانتش موجودة من 15 سنة. فطبعا كل دولة بتاخد المنحة بتاعها. مثلا اليابان جايبة مدرب فرنساوي لبيشو، ده كان لاعب أولمبي لسه مبطل لعب. فعلى حسب برضو المدرسة بتاعت الدولة دي بتاخد أنهي مدرسة وبتتجه أنهي اتجاه بتتفوق. احنا تفوقنا أخيرا يعني الحمد لله. هي هو عموما متطلبات الرياضة دي، يعني لو في حد بيتابعنا دلوقتي وعنده ابن صغير أو بنت صغيرة بيفكر يخليه او يخليها يلعبوا الرياضه دي، ايه الاساسيات اللي بناء عليها ممكن تقولي ان ده هيبقى بطل في الرياضه دي؟ رياضه السلاح من الرياضات اللي يعني بحس ملهاش حاجه ستاندرد معينه. يعني في ابطال مثلا جسمهم طويل وعريض، وفي ابطال قصيرين. يعني هي الفكره ان هو المدرب يقدر يوظف امكانيات اللاعب ده بالستايل اللي يخليه يكسب. يعني انا عندي حد مثلا طويل يبدا يلعب على المسافات اللي تساعد طوله مثلا، تخليه يستخدم طوله بشكل مميز. حد قصير لا، هيلعب على مسافات مثلا معينه بسرعه معينه، ويستخدم مثلا جسمه الصغير في ان هو مثلا يتفادى اللمسه يعني او كده. فهي بس يعني موضوع الاحجام والاطوال والكلام ده مش بيفرق قوي في السلاح، بس طبعا لياقه بدنيه كويسه ده شيء مهم جدا،
وطبعا استخدام بقى العقل، ان انا لازم بقرا اللاعب اللي قدامي وردود افعاله، وببدا اركب اللمسات على بعض، امتى انا ههاجم، امتى هدافع، كل ده مهم. والقرارات دي بتتاخد في كسر من الثانيه. بالظبط كده. يعني مثلا انا السلاح بتاعي يمكن عندنا وقت شويه، يعني سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزه في وقت شويه وعندنا تايم للماتش، لكن سلاح السيف سريع جدا، هو وانس ان هو وقف على الخط هو لازم واخد قرار، بيعمل لمسه سريعه ويرجع تاني يقف على الخط. فلا يعني ده يمكن اسرع سلاح، لازم هو بيكون عنده قرارات سريعه جدا وردود افعال سريعه قوي. يعني احنا المدربين بتوعنا على مدار بقى يعني تاريخ اللعبه، هل كنا لجأنا بكده مدربين اجانب ولا كلهم مدربين محليين؟ والله في فتره الانجازات الجميله اللي احنا فيها دي المدربين كلهم مصريين. سابقا في اوائل الالفينات كان المدربين اجانب، بس عشان ما اظلمش برضه الرياضه نفسها كانت وليده في مصر وقتها يمكن، او يعني لا كانت قديمه، بس كان التوجه كله للمدرب الاجنبي، ما كانش عندنا الفند ان احنا نقدر نطلع حد ياخد كورس بره. التجربه اثبتت ان مين فيهم احسن؟ المصري. النتائج كلها الكويسه المدرب المصري. احنا عندنا في الثلاث اسلحه نماذج جيده جدا، هي اللي اهلت الفرق. احنا اكبر عدد اهلنا بيه كان 14 لاعب الاولمبيك اللي فات. 14 لاعب ده كان رقم كبير بالنسبه لرياضه السلاح، ومش تأهيل تمثيل مشرف بس، لا احنا يعني خسرانين ماتش الميداليه 15-13 محمد السيد، خسرانين ماتش الفرق جايبين خامس في فرق الفلوري، فاحنا يعني رايحين وبننافس وبقى لنا احترامنا، وبقى في دول عظمى بتطلبنا نعسكر معاها زي فرنسا زي اسبانيا، فبقى لنا وضع بالمدرب المصري. حلو جدا اللي انا بسمعه، وفعلا احنا يعني الكلام ده قلناه انا وكريم كتير على مدار الاسبوع اللي فات تحديدا كان مع البطوله واحنا متابعين. طيب لو هتكلم دلوقتي مثلا في اللي جاي، هل انا دلوقتي ممكن اقول على باريس 2024 في جديد هيكون فيها رياضه السلاح، وانتوا هتوعدونا مثلا ان شاء الله هيبقى في نتائج افضل؟ خلينا نعرف، انا اسمع منكم الاثنين، اتفضلي يا يار. احنا الحمد لله عندنا محمد حمزه وعلاء ابو القاسم في سلاح الشيش. محمد حمزه لسه واخد ذهب في كاس العالم، دي كان اول بطوله مؤهله لاولمبياد باريس. علاء برضو اخد برونز في كاس عالم سيزن ده. فعندنا طبعا يعني احنا بنقول ان احنا ده فرصه قويه جدا في الفردي ان احنا نجيب ميداليه ان شاء الله، وعندنا كمان فرصه بقى كفريق. يعني فرقه سلاح الشيش رجال عندنا يعني ممكن بيطلعوا خامس، وبيلعبوا على الميداليه مع فرقه اليابان، يمكن دايما الماتش بيقف على لمسه او حاجه. فاتوقع ان السلاح ان شاء الله في باريس يعني مش هيبقى مجرد بقى ان لا حد دخل دور الثمانيه او حد دخل دور الثمانيه زي طوكيو، لا هيبقى ان شاء الله في يعني منافسه، فيها كلام تاني. اكيد هو احنا التاهيل بتاعنا، الخطه الطموحه اللي الاتحاد حاططها ان احنا ناهل 12 لاعب السنه دي، عفوا 14 لاعب، ومش تاهيل بس، احنا بنلعب ان احنا نحسن تصنيفنا. يعني احنا تصنيفنا زي ما يارا قالت الخامس في سلاح الشيش، احنا مش عايزين نروح واحنا خامس، عايزين نروح واحنا رابع، نروح واحنا ثالث، لان دايما لما بتحسن تصنيفك بتلعب فرقه اسهل. لو انا الثامن هلاعب الاول، لو انا السابع هلاعب الثاني، لو انا السادس هلاعب الثالث، فكل ما حسننا تصنيفنا بقى احسن. الخطه اللي متقدمه اللجنه الاولمبيه والوزاره ان احنا ان شاء الله الاتحاد يقدر يجيب ميداليتين في الثلاث اسلحه، فمن ضمن الخطه ان احنا نجيب ميداليتين اولمبياتين في ده. رجال ولا فرق ولا لا سيدات؟ مش محدده، مش رجال محدد. سيدات فرق فردي زي ما يارا هتشارك في الاولمبياد ان شاء الله. يارا عندها بطوله العالم في ميلانو في شهر 7، هي يعني هي وزميلاتها في الفريق جابوا اول افريقيا في الفرق، فكده طبعا افريقيا كانت السيزون اللي فات الاول بياخد 32 نقطه، بقت مره ونص السنه دي، فبقى بياخد 48 نقطة الأول، فهي برضو عملوا مشوار حلو إن هم عرفوا يجيبوا أول طبعا. إن شاء الله في دور في بطولة العالم في إيطاليا لو قدروا يخشوا دور ال 16 يبقى عملوا حلو قوي وسهلوا على نفسهم المشوار. ففريق يارا هو وفريق الإبي سلاح الشيش وسيف المبارزة هم الفرقتين البنات اللي احنا مستهدفينهم. احنا هنستناكي آخر شهر 7 إن شاء الله ترجعي لنا بميدالية ذهب بإذن الله، ونتكلم معاكي وقتها في تفاصيل هذا الانتصار. بتمنى لك كل التوفيق والنجاح، وأكيد حضرتك برضو يعني بتمنى لك كل التوفيق. ونشكركم، نورتونا وشرفتونا النهارده. شكرا. نشكركم جدا وبالتوفيق يا رب إن شاء الله. وقبل ما نختم بس، السفريات دي بتكون على حساب الاتحاد ولا على حساب لا هي السفريات دي بيبقى فيه دعم من
الوزاره بالاضافه للسبونسر. يعني وعندكم اوريدي عندنا طبعا ثلاثه او اربعه سبونسر في الفريق. كويس جدا، ده خبر حلو، بالتوفيق ليكم ان شاء الله. هنروح فاصل سريع جدا، فقرتنا الاولى خلصت عشان نتابع تاني فقره معانا النهارده، خليكم معانا سريعا جدا خلال دقائق.